اللي تصب الصحافة. اليوم واحد الدورة ديال المهرجان في طنجة كانت حضروا واحد الوجوه وكان واحد التكريم بعد المخرجين وبعد الصحفيين. هاد الدورة عرفت إقبال ديال الناس في المجال الاحترافي ومجال السينما، وكان إقبال كبير الناس ديال التقنية ديال السينما والهوات ديال السينما على صناع المنتجين في مجال السينما، لأن هذا المهرجان اللي هو المهرجان الوطني للفيلم كيدخل في واحد الدورة اللي هي دورة احترافية في مجال السينما، وعرف ناس عارفين جميع المجالات في مجال السينما، لا من ناحية التقنية لا من ناحية ناس ديال الإنتاج لا من ناحية صانعين أفلام وثائقية أفلام ديال الطويلة. لهذا حضرنا هذا المهرجان الوطني ديال الفيلم في طنجة.